اهلا ومرحبا بكل متابعين نورمينا اينما كانوا. اذا بسم الله وعلى بركة الله نبدا لقائنا ومشوارنا المسائي معاكم من خلال هذه الحلقة الجديدة من وصل صوتك والاحتفالية والخاصة جدا بمناسبة فوز منتخب النشامة المنتخب الوطني الاردني، منتخب النشامة يوم امس على المنتخب الاوزبكي وبنتيجة مشرفة الحمد لله رب العالمين، وهذه الفرحة التي عمت كل بيوت الاردنيين. ببداية هالحلقة وكم انا سعيدة جدا وفخورة ويشرفنا بان يكون معنا سمو الامير علي بن الحسين المعظم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. سمو الأمير مساء الخير. السلام عليكم، بارك الله فيك، شكرا كثير كثير. مساء الخير سموك. خوف يعني. نعم. مساء الخير. من المسي أولا. بارك الله فيكم جميعا يعني. نعم، بدنا نمسي على سموك في البداية، ألف مبروك يعني بنبارك لحضرتك أكيد بهذا الفوز اللي يمكن لا. شرف كل الأردنيين امبارح، وأكيد بنبارك لسيد البلاد، وشو بتخبرنا يعني عن فرحتك سموك بهذا الفوز؟ والله الحمد لله، يعني أنا أعتقد المباركة أيضا لكل الأردنيين. نعم. يعني في 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 هذا المجال، والحمد لله الشباب حققوا اللي عليهم. نعم. في النتيجة ورغم ضغوطات وصعوبة وإلى آخره، والمشوار طويلة كانت، بس الحمد لله عملوا اللي عليهم وبجدارة، وأيضا الكادر التدريبي، والحمد لله يعني. نعم. إحنا كنا فخورين فيهم وإن شاء الله نحتفل فيهم، ولسه قدامنا كمان مباراة. نعم، مشوار طويل. نرجو من الجميع أن يقدموا عليهم لمساعدة لهم ومساندة لهم في المرحلة القادمة. نعم إن شاء الله. يعني سموك بدي أسأل حضرتك، هل كان عندك ثقة بالنشامة، ويعني كنت حضرتك متفائل بفوز النشامة؟ لا أبدا، أنا بالعكس، يعني من أول ما بلشنا من أول التصفيات لحد الآن دائما ثقتي فيهم، هذول رجال. نعم. والحمد لله. نعم. وأنا ثقتي في النشامة، في شبابنا، وحتى بالفئات العمرية الأخرى، وحتى ببناتنا إن شاء الله اللي نعم. اللي راح يقدموا في المستقبل. لا أبدا يعني بالنسبة لي ما في. نعم، يعني يمكن سموك دائما احنا لما بنشوف سموك بتحضر بالمباريات بنحس قديش يعني بتكون في تفاؤل، ولكن لا يعني لا غنى عن وجود شد عصبي بعض الشيء. امبارح كنا اعصابنا كانت مشدوده خلال المباراه. كنا اعصابنا. نعم. اعصابنا كانت مشدوده. نعم، وخصوصا يعني بعد طفيت الكهرباء. كره القدم هكذا يعني. نعم. فيها فوز، فيها خساره، فيها تعادل، والواحد ما بيعرف. نعم. لكن اللي بجوز يعني يفرقنا عن بعض الناس يعني قوة الروح المعنوية العالية إلى آخره، وهذا سمة النشامة، مشان هيك أخذوا هاللقب يعني. نعم. نعم. نعم، يعني يمكن سموك امبارح كمان حتى ظروف المباراة كانت صعبة بعض الشيء، يعني كمان انقطاع التيار الكهربائي وكأنه احنا بحاجة لشيء يعني يشد أعصابنا بزيادة، الناس كانت كلها على أعصابها. نعم. مرقنا فيها من قبل وشفناها، ولكن الحمد لله بغض النظر حققوا النتيجة، و يعني الروح المعنوية العالية، وحتى العقل والتفكير وكل نعم. شيء يعني هدت لما يستحقوه. الحمد لله رب العالمين. يعني سموك امبارح ايضا التقيت فيهم بعد المباراة ببعثة منتخبنا الوطني وبالنشامة بالمدرب، تحدثنا عن لقائك فيهم سموك. لا والله انا التقيت فيهم قبل. نعم. ودائما احب اكون موجود معهم، لكن يعني بالفعل أنا كنت متفائل ومطمئن، لأنه يعني سواء كان لاعبين النشامة أو الكادر التدريبي يعني هم بيريحوني أكثر من أي شيء ثاني، وأنا عارف شو قدراتهم. نعم. والحمد لله يعني ربما كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله. نعم. نعم. والفريق الأوزبكي صعبة، وإن شاء الله بنشوف
يعني مع مين راح نلعب في المستقبل؟ يعني ان شاء الله انهم يرفعوا راسنا النشام. يعني هلا احنا عم نستنى خامس امريكا الجنوبيه، استعدادات منتخبنا سموك، يعني اكيد حضرتك هلا عم بتحس النشامه والفريق الفني كامل، يعني المرحله القادمه كثير مهمه بالنسبه لنا. بدي اسال سموك، يعني ما هو المنتظر منا كشعب اردني احنا نقدمه للمنتخب؟ الشركات الخاصه تدعم الاتحاد الاردني وتدعم يعني منتخب رفع عروس كل الاردنيين امبارح، وكنا فخورين باداء ولا اجمل ولا اروع، والفرحه يعني تزينت فيها سما عمان امبارح. يعني اكيد يعني راح نطالب يعني ايضا في مكافاه للشباب يعني. نعم. ان شاء الله، ان كان سواء من الحكومه ومن القطاع الخاص الدعم الكامل، يعني هذا فرصه عمر. نعم. بالنسبه لهم كشباب وبالنسبه لنا جميعا كالاردن. نعم. وهم ببيض وجههم. نعم. هم سفراءنا الحقيقيين. نعم. فلذلك ان شاء الله نريد من الجميع الدعم الكامل، ومثل ما نعرف يعني شبابنا يمثلوا الاردن من كل انحاء المملكه. نعم. والحمد لله. نعم، يعني واحنا بدورنا سموك اكيد بنحث الشركات الخاصه واللي بتحقق يعني ارباح كبيره انها تدعم النشامه على هالاداء المشرف، وما شاء الله عليهم، ان شاء الله كل التوفيق لقدام. سموك كلمه اخيره بتوجهها للشعب الاردني وللمنتخب. والله اكيد اول شيء للشعب الاردني طبعا مبروك لكم لهم ولنا جميعا، لانه هذول ابنائنا، وان شاء الله نتامل كل خير ان شاء الله. المسانده ضروريه، يعني اصبح في مخاوف من اي منتخب بيجي عندنا لما يلعبوا عندنا في الاردن الان. نعم. فان شاء الله يعني عندنا مباراتين، أول مباراة عندنا إن شاء الله في الأردن. نعم. ويجب علينا جميعا أنه نساند المنتخب، لأنه كمان الجمهور جزء من طبعاً اللعبة طبعاً في طبعاً الملعب. نعم. وثانيا أيضا يعني بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله إذا قدرنا يعني رح نلعب برا، يعني ان شاء الله هذا اهم شيء، اول مباراه جايه مع المنتخب اللي راح نلعب معه. نعم نعم، يعني احنا كلنا تفاؤل سموك، ويعني بنستمد من تفاؤلك يعني تفاؤلنا، وان شاء الله راح نرجع نحكي مع سموك ونتشرف انك تكون معنا ونفرح سوا مع سموك بتاهلنا ان شاء الله لنهائيات كاس العالم في البرازيل ان شاء الله تعالى. الله يبارك ان شاء الله فيك. كل الاحترام سموك، وتشرفت جدا بتواجدك معنا اليوم. سلامات. تسلم تسلم. شكرا لسمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وأيضا رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، كل احترام سموك، وتشرفنا جدا بتواجدك اليوم معنا بوصل صوتك، وهذا الشيء بالنسبة لنا يعني شرف كتير كبير.